من شوية بدأت فعاليات قمة العشرين في الهند بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي كان أكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سوف يتحدث في قمة مجموعة العشرين ليس بوصفه رئيسا لمصر فقط، ولكن سيتحدث أيضا بصوت أفريقيا والدول النامية في ضوء ترأس مصر لمبادرة الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا النيباد ومؤتمر المناخ كوب 27. طبعا بكل تأكيد مصر هتتكلم وهتتحدث خلال هذه القمة، قمة العشرين، عن حشد التمويل للمشروعات ذات الأولوية بالقارة الأفريقية، واللي بتمثل أو تتمثل في مشروعات البنية التحتية وأجندة التنمية واتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية والطاقة والغذاء والتحول إلى استخدام الطاقة النظيفة وأيضا التحول الصناعي الذي توليه مصر أهمية كبرى وأولوية عاجلة. المزيد من التفاصيل معانا على تليفون أستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام. يا أستاذ جميل صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا أستاذ شاذلي. صباح الخير يا أستاذ منير. يا أهلا بحضرتك. في البداية عايزين نعرف من حضرتك دلالات دعوة مصر للمشاركة في هذه القمة، بتدعى باستمرار كضيف شرف لكن هذه القمة مختلفة وتوقيتها مختلف خصوصا بعد انضمام مصر أيضا لتجمع بريكس. هو طبعا دعوة مصر النهاردة بتاعت طبعا الهند، بدعوة من الهند طبعا، لأن مصر بتتميز بعلاقات قوية جدا مع الهند في الوقت الحالي، وعلى الجانب الآخر أن مصر في الوقت الحالي هي الرئيس لقمة المناخ. مصر في الوقت الحالي أيضا هي الدولة التي تتحدث بلسان أفريقيا وبتطرح كل الأزمات وكل المشاكل اللي في أفريقيا على مستوى العالم في الوقت الحالي. مصر أيضا لديها تجربة قوية وتجربة مهمة في إعادة بناء الدولة وفي التنمية الشاملة وفي اتجاه نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة. إذا مصر أصبحت دولة في الشرق الأوسط في الوقت الحالي هي دولة محورية قادرة على نقل تجربتها إلى العديد من الدول الأخرى اللي هي بتحتاج إلى التنمية، ومصر بتوجه هذه التنمية أو هذه التجربة إلى الدول الأفريقية والدول النامية، وبتسعى بشكل كبير جدا لحل الأزمات في المنطقة وحل الأزمات داخل القارة الأفريقية. طالبت مصر كثيرا من دول العالم بأنها تتجه أو تنظر إلى أفريقيا القارة اللي هي أكثر القارات مظلومة، يعني لو متكلمنا كده مظلومة لأنها لديها موارد قليلة، وعلى الجانب الآخر هي أكثر الدول أكثر القارات تضررا جراء الانبعاثات الحرارية الناتجة طبعا اللي بتصدر من الدول الصناعية الكبرى. إذن فدعوة مصر في هذا التوقيت هو تأكيد على الدور الريادي المصري في منطقة الشرق الأوسط، تأكيد على قدرة مصر لتوصيل الصورة الحقيقية الكاملة للأزمات وللمشاكل التي تعاني منها القارة الأفريقية في الوقت الحالي. النظام الاقتصادي بيواجه مشكلات كبيرة، منها طبعا زي ما احنا شايفين سلاسل الإمداد والتغيرات المناخية، وطبعا كتير من المشاريع اللي بتحتاج بحث. مصر بتشارك كضيف شرف في القمة، هل ده نقدر نعتبره نوع من أنواع الثقة في الاقتصاد المصري اللي بيتكلم بلسان حال الدولة الأفريقية؟ هو طبعا ثقة في الاقتصاد المصري وثقة في الخطوات اللي بتنفذها الدولة المصرية في عملية الإصلاح الاقتصادي اللي بدأت عام 2016. الإصلاح الاقتصادي اللي في مصر جعل مصر تنضم بشكل أساسي في قمة في مجموعة البريكس. الاقتصاد المصري والدور المصري في عمليات التنمية الشاملة وعمليات مواجهة التغيرات المناخية جعل مصر تستضيف قمة الكوب 27 في مدينة شرم الشيخ، وأيضا اليوم ده تأكيد أيضا على قدرة وقوة الاقتصاد المصري لمواجهة الأزمات. احنا شفنا خلال الفترة الأخيرة منذ بدء أزمة كورونا وثم بعد ذلك الحرب الروسية الأوكرانية قدرت مصر أنها تواجه الأزمتين دول رغم الصعوبات العالمية ورغم الأزمات العالمية اللي نتجوا عن الأزمتين بشكل كبير، وتضرر عدد كبير من الدول الكبرى على مستوى العالم جراء الأزمتين دول، لكن مصر قدرت أن هي تواجه هذه الأزمات بشكل كبير. ليه؟ لأن في مصر وضعت استراتيجية واضحة منذ عام 2014 حتى اليوم،
استراتيجية اقتصادية لمواجهة الأزمات والتحديات المحتملة على مستوى الغذاء. هنجد أن مصر وسعت من الرقعة الزراعية بتاعتها، وصلت لأربعة مليون أو هتصل لأربعة مليون فدان. الاعتماد على الزراعات الاستراتيجية لمواجهة طبعا أزمات سلاسل الإمداد والحروب المحتملة أو الأزمات المحتملة، كل ده بتجني ثماره الدولة المصرية في الوقت الحالي جراء الأزمات اللي حصلت زي ما قلت لحضرتك، اللي هي أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية. قدرت مصر أنها تواجه بالاستراتيجية اللي كانت وضعها في عام 2014، ونتج ثمارها بتجنيها الدولة المصرية في الوقت الحالي، وإن هي قدرت تقف بشكل قوي وبشكل كبير أمام الهزات العالمية اللي تأثرت بيها دول كبرى. فطبعا دعوة مصر اليوم هو تقدير للدور المصري في محيطها، وأيضا لقوة ومتانة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي لمواجهة الأزمات والتحديات العالمية اللي احنا شايفينها برضو في الوقت الحالي. عظيم. أستاذ جميل، كيف يمكن لهذه القمة أن تخرج بنتائج إيجابية في ظل العديد من التحديات التي يواجهها العالم كله، لعل أبرزها طبعا الأزمة الروسية الأوكرانية، وتوقعات صندوق النقد الدولي بأنه معظم دول مجموعة العشرين يعانوا من نمو في الاقتصاد، وتوقعاتهم بأنه هيكون في نمو اقتصادي أقل عن عام 2022؟ هو بالطبع احنا لازم نعرف ان الازمه الروسيه الاوكرانيه هي اثرت على اقتصاديات دول كبرى جدا في العالم، الولايات المتحده الامريكيه، دول الاتحاد الاوروبي، العديد من دول العالم الكبرى تاثرت بشكل كبير، واقتصادياتها تاثرت بشكل واضح جدا.